اعترافيته عندي بنوته بس منفصلة عن أبوها. نعم. بس أنا عندي عقد زواج موجود بالجوال وصلني حقيقة من عرفه وأنت ضيفتي، هذا عقد زواج موجود في جوالي من مسؤول. هذا المسؤول زواج الثاني اللي هذا المسؤول هو أبوها، بس حتى أعرف هاي المعلومة. يعني شنو؟ ما لا أفتهم. يعني أكو عقد زواج وصلني عقدك. تمام. من مسؤول. المسؤول هاي بنتك هذه من عنده ولا؟ لا ذاك زواج أول وهذا زواج ثاني. طبعاً أنا ما أحب أحكي على هذا الموضوع. أوكي بس فقط أعرف إنه. أي هذا الموضوع أنا ما أحب أحكي عليه لأنه يعني ما أدري ما أدري شو أحكي. بنتي زواجي الأول. الأول والثاني مستمرة بي ولو؟ لا يعني ماكو شيء. أشوف. علينا ترى قبل لا لا باي وقل لي كبطل على الهواء ودعت أمي دير بالك من نزال فارس. أعرف أني شوف أني ذلك كلش متحذرة من عندك نزال. أني كل معلوماتي دقيقة. أعرف ما لا بس أني هذا الموضوع ما يعني ما نحكي بي. لا لا بس يعني ماكو تحبون المسؤولين سند ظهر مو الكل مو يعني إحنا أكيد يعني هاي ما أعرف يعني هاي